روني فهد محاولة ثلاثية يا فهد يا فهد. مارك سيليرز بيعمل فات بيبرر للفهد، الفهد بيسدد على الارك وبيسجل الفهد. تنطلق الفوضاش الاولي عم تكون لصالح نادي المتحد، روني فهد بيسدد على الارك ومن اول محاولة بيسجل. هجمة روني اللي افتتح التسجيل بالمباراة بخلص كمان بثلاث نقاط لكوارتر. يعني إصابة إريك شاتفيلد أثرت كتير اليوم على نادي المتحد، لكن روني فهد عنده رأي تاني. تسجيل له بالجيم وبعد الأرقام على نقطة 69. روني فهد، روني فهد، لا 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 لا، ما معقول تسديدة الفهد. ثلاثية لفريق شانفيل، الفريق بينزل لثلاثة، روني فهد بجري بيرد بيرد الفهد. رشيد الفهد تسديده ثلاثيه بسجلها. ميلو من اللاعبين يلي بدافعوا بطريقه فعاله جدا وقدر نادي ميلو يقلص. روني فهد بسدد على الارك بسجل الفهد نقطه العاشره كوارتر الثاني. روني فهد كمان بسدد على لا 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 يا فهد يا فهد. إريك شاتفيلد، روني بسدد على الارك بسجل الفهد نقطه السابعه. روني فهد بسدد على الارك، المحاوله الثلاثيه ناجحه. الفارق خمسه، روني فهد برد الفهد برد على رودريك 12. بيستلم الفهد بسدد الفهد يا فهد يا فهد بسجل اول. عم تفتتح فيها بطولة ليبيا لكرة السلة بوصل 2011 2012. لا 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 يا فهد. الدقيقة متباينة نهاية مباراة روني فهد. لا 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 يا بطولة لبنان لكرة السلة. روني كمان محاولة على الارك وبينجح كمان الفهد. وكمان العكاري هالمرة. الفهد بآخر الهجمة وصل لباسل باوجي. I love this game يا باسل يا باوجي. ما معقولة هالسلة قد ايه حلوة. ما معقولة سلة الباوجي. لاحظوا شو عمل باسل على البيس لاين، طلع بأقصى قوت. خمس ثواني بمر للفهد. مارك بسدد على لا 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 يا مارك يا سيليرز. الفهد بمر لاريك شاتفيلد يلي بسدد على لا 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 تحت السله. ذكيه تمريرتك يا روني. المتحد بالهجوم، مارك سيليرز بسدد على الارك بسجل مارك. روني تحت الضغط وصلوا على باسل. الباوجي بسجل اولى نقاطه بالمباراه. متحد ببر لمارك تحت السله بسجل مارك. بين مايك والفارق. واها مارك سيليرز. اي لاف ذس فاست بريك. وإريك شاتفيلد بسجل اولى نقاط المباراه. مقطوعه من روني فهد يلي بيطلع الكرة بشكل سريع ومارك سيليرز عم يستفيد من تمريرة الفهد. تحت السلة ذكية جدا. I love this game.
حلو كتير طن الدفاعي وبينطلق بدوره هو وروني فهد. روني فهد بيبرم بوصله الى البوجة. ذكية تمريرتك يا فهد. دقيقة ونص متبقي، روني فهد بمر للبوجة والبوجة بتكنيك حلو جدا اسمه لروني فهد. مرة جديدة بحاول بفاست بريك، مارك سيليرز بسجل ولنقاط النادي الشمالي. روني فهد لروي سباحة تحت السلة. روي ذكية تمريرتك يا فهد. 11 أفضل مسجل بفريقه عم يكون بس البوجي. لاحظوا بالستيل جديد، المباراة صار فيها كثير ستيلز. واي لاف ذيس جيم يا باسل يا باسل. لأنه لنعطيكم فرصة تصوتوا، ما فينا نعطي بآخر دقيقتين بس تصويت بالإعادة. مسل مخيف بشكل سريع جدا، 40% لمازن منيمنه وباسل بوجي بهالوقت كمان بدوره عم يسجل نقطه 19. شفنا لاعب ارتكاز كيف قدر ينطلق يعني بارض سريعه من روني فهد المرة لمارك سيليرز. جميل جدا هالتمريره الحاسمه يا فهد. روني بمر لمارك سيليرز. ذكيه تمريرتك يا فهد، ذكيه تمريره الفهد. شمعون لانطلاق المباراة. روني فهد بنزل له اياها لروي ومن بعدها للمشرف روني فهد. باسكت الا الفهد، ممتاز الفهد اليوم. 14 نقطة لروني وبيصل على الخطأ. لروني فهد، روني بيخترق السلة وبيسجل الفهد، بيسجل مع الخطأ أولى نقاطه بالجيم بحد خطورة اللاعب الكندي. روني فهد بيخترق السلة وبيسجل الفهد نقطه الخامسة. روني فهد كمان بيخترق الفهد. يا فهد يا فهد يا فهد. روني فهد بيخترق وبيسجل نقطه 17. بهيك خبرية مهمة رح احكيكم عنها بس خلينا نتابع هون. روني فهد يلي بيدخل على السلة وبسجل. روي سماحة بيخطف الريباوند الهجومي، روني فهد بيلعب على إلي ستيفان وبسجل عليه. كمل كنترول على الطابة، فاست بريك 2-2 والفهد بينجح بتسجيل نقطة الرابعة. تايم اوت المدرب فؤاد ابو شقرة. الفهد بسدد من المسافة المتوسطة وبسجل روني فهد. تحت بالهجوم مع روني فهد، الفهد بطريقة ذكية بسجل نقطة السادسة. كانت ناجحة من كارتر كيس ونيكولاس هو يلي سجل. روني فهد برد من المسافة المتوسطة وهيدي نقطة الرابعة. يقترب من المسافة المتوسطة الفهد، بسدد تحت الضغط بسجل روني فهد والتقدم بيروح لصالح الفريق الشمالي. مهمة روني فهد بسدد المسافة المتوسطة وبسجل الفهد نقطة الثامنة. روني فهد كمان، الفهد بسجل نقطه الخامسه. الفهد بيستلم دائما معه شو عبد النور. الفهد بسدد المسافه المتوسطه وبسجل روني فهد. ووائل عرقجي عم يتحضر للدخول بوقت روني فهد كمان عم ينجح بالمحاوله. 9 نقاط للفهد. على الحاوي روني فهد بسدد بالمسافة المتوسطة وبسجل أولى نقاط.
خليل عون فهد الخطيب وطبعا اللاعب نيكولوس. تمريرة ممتازة يا فهد، الفهد بيعمل الاسيست السادس. دفاع فريق شوفير بول كلمته والخطيب بيكسر الكرة امام روني فهد. تعتب الاعادة، روني فهد يلا قطع الكرة. اوه ملا ستيل يا فهد، ملا ستيل يا روني فهد. مقطوعة من فريق المتحد.